ولمناقشة الصراع الانتخابي في العراق نضم إلينا من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. أهلا بكم دكتور قحطان. إلى صدر رافدين، يعني مفوضية الانتخابات تقول بأن هناك عزوف كبير عن تحديث سجلات الناخبين لا سيما في المدن المدمرة، لماذا برأيك نشهد هذا العزوف من قبل الناخبين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بالاخ العزيز وبالقناة والمشاهدين الكرام. اهلا بكم. بالتاكيد العزوف ليس غريبا على العراقيين، وذلك لاكثر من سبب. بدءا فهي عملية سياسية ثبت فشلها وثبت حكم انتاجها بشكل عام. اما المناطق المتضررة من داعش والتي شاهدت المأساة خلال السنوات الماضية هي ما زالت تئن بين جوع وبين حرمان وبين اقصاء وبين تهميش وبين مسميات كثرة من الاخطاء ومن الاسباب التي دعت اساسا الى داعش وما شبه داعش، وبالتالي فهذا الطاقم في هذه المناطق لا يرى فائدة حقيقية ترتجى من هذه العملية السياسية. لذلك اتوقع ان سيكون عزوفا حقيقيا عن الذهاب الى الانتخابات، حتى الذين نالوا او حصلوا او استلموا بطاقات الانتخاب. اذا هي عمليه قناعه شعبيه عامه ان العمليه السياسيه عقيمه ولا يرتجى منها خيرا، لذلك نرى هذا الذي نراه الان من عزوف ومن امتناع حتى عن رغبه التصويت. نعم، النائب عن نينوى عبد الباري زيباري قال ان بعض المرشحين يسعون لشراء اصوات النازحين، يعني الا ينصف هذا ما يشاع عن ما يسمى بمصداقية الانتخابات في العراق؟ هذا ليس جديد حقيقة في الأمر، فسبق وأن كانت الانتخابات السابقة رئيس الوزراء السابق كان يعطي سندات أرض أراضي عقار وتبين أنها ليست سليمة في المصدر الأصلي في الإصدار. إذا عملية شراء البطاقات، شراء الزمن، شراء المواقف، شراء التصويت، هذا قد كان منذ بداية عملية انتخابية. ذلك اننا لا نستبعد هذه الحاله، ثم ان عمليه الاقتناع الشخصي من قبل عناصر المشاركين في العمليه السياسيه ان الاسلوب الامثل لوصولهم الى البرلمان هو التزوير والغش وما شابه ذلك، ذلك يلجؤون الى هذه الحاله. دفع ذلك ان حقيقه امتلاك بعض العناصر الذين يوصفون بحيتان الفساد في العمليه السياسيه يمتلكون الكثير، فذلك يلجا الذين لا يملكون الا الى الاساليب الملتويه، وبالتالي الجميع يسلك المسالك الملتويه، وبالتالي الجميع ذاهب باتجاه تبرير الخطا قبل ان يتم عمليه. بالحديث عن الاساليب الملتويه التي تحدثت عنها، محافظ نينوى السابق اثير النجيفي يقول او كشف عن مخطط لضرب بعض مكونات نينوى انتخابيا، من يقف وراء هذا المخطط وما الذي يراد منه؟ اكيد اكثر من جهه، لعل كل الذي حتى لما تحدث عندما تعاقب العمليه السياسيه مثلا الى ما يسمى الى مكونات، اذا العمليه لعبه مكونات، وبالتالي عمليه اسقاطات الجزء كبير من فاعليه المجتمع العراقي عبر وضع العراق بهذه المسميات المكونات، وبالتالي اتوقع ان الجانب من الاكراد حتى يسعون الى هذه العمليه، جانب قسم من الذين يسمون انفسهم بين قوسين طبعا الشيعه كما هي بين قوسين ايضا السنه، هي عمليه اخطاءات متبادله بين الطرفين، والذي يستشعر بانه يمتلك الاراده الاقوى في التغيير لا يتحدث عن تغييرا سلبي، والذي يستشعر بان قد يظلم هو وجهه معينه يتباكى على عمليه الاخطاء. نعم. وتناسى ان الجميع قد عملوا بعمليات اخطاء وعملوا بعمليات تخندق الطاجي بما فيهم اثير النجيفي، واحد من الذين ادعى انه يمثل جماعه السنه، وبالتالي هذه المشكله الكبرى هي هذه نتائج الخطا الذي صار منذ بدء العمليه السياسيه وبمكونات المذهبيه الطائفيه. دكتور قحطان، يعني برايك كيف سيكون السيناريو الصراع السياسي من اجل الانتخابات في الايام المقبله؟ سيكون على شده وسيكون بغراوه عاليه، ونشهد احتمال الصراع البيني البيني، ليس فقط بين ما يسمى الشيعي والسني، لا، قد نشاهد المشهد السنه السني والشيعي الشيعي، لان الجميع يسعى الى مكسب معين للاستفاده من الظرف لكي يكسب لصوته وليس للترتيب الاكبر للوطن او للسواد حتى ما يسمى المكون. اذا نتوقع البراوه في المناوشات فيما بين
الجهات المكونة في أماكن كي تمتلك قوة عسكرية ميدانية. نعم دكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.